أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي. جاء ذلك خلال استقباله للكاردينال ماري بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة بحضور سفير لبنان بالقاهرة علي الحلبي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وعلى تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائر بكل ما فيه مصلحة لبنان ولشعبه، ومثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره. من جانبه أعرب الكاردينال ماري بطرس عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. لا.